ولكن اداء جيد جدا، اداء رائع. محمد ابو جبل لما نزل بالمناسبه لعب مباراه رائعه جدا، وكان جبل في المرمى. كل اللاعبين الحقيقه، اكرم توفيق، للي ما يعرفش الباك رايت ده، اكرم توفيق بيلعب باك رايت بالمعنى الحرفي من الناحيه الدفاعيه على الاقل، مش هقول لحضراتكم من الناحيه الهجوميه، هو كمان من الناحيه الهجوميه عمل كورتين ثلاثه النهارده. باك رايت متمرس اللي بيلعب في هذا المكان هو اللي يقدر يعمل الكورتين ثلاثه دول. فالحقيقه اكرم توفيق والاداء الرائع اللي عمله اكرم توفيق في هذه المباراه يستحق عليه الشكر. حجازي والونش كالعاده الحقيقه، احمد ابو الفتوح كالعاده، وهدف رائع جدا جدا من احمد ابو الفتوح، على الرغم من ان قبل المباراه كلنا وانا كنت موجود وانا قلت هذا الكلام، ان ممكن جدا ايمن اشرف هو اللي يبدا بدل احمد ابو الفتوح وبقيه الفريق زي ما هو، وبالتالي احمد ابو الفتوح يستحق التحيه. حمدي فتحي او انا اسف نني وعمرو السوليه الاثنين كانوا كويسين جدا في وسط الملعب. اول نص ساعه كانت في شويه، هنتكلم كتير النهارده في هذا الامر، عندي فقرتين مهمين جدا هقولهم لحضراتكم. الفقره الاولى هيبقى مع النجمين الكبيرين كابتن ماهر همام وكابتن شريف عبد المنعم، هنتكلم معاهم عن منتخبنا الوطني. والفقره الثانيه كريم سعيد واحمد ثابت، هنتكلم معاهم ايضا ارقام منتخبنا الوطني في مباراه اليوم. وبالتالي محمد صلاح يعني خلينا نقول ان هو النهارده مفيش مشكله خالص، الناس كلها رايحه لصلاح، واللي حوالين صلاح هم اللي بيجيبوا الاهداف. دي كانت وجهه نظر ايضا في الموضوع، ان الناس كلها عينيها رايحه لصلاح، اللي بيجيب الاهداف مصطفى محمد، احمد ابو الفتوح، رمضان صبحي، اللي هم مش متوقعين. كل اللعيبه وكل المدافعين رايحين على محمد وواقفين ناحيته وواقفين حواليه وكذا وكذا وكذا، وبقيه اللاعبين. بالمناسبه لو حضراتكم تتذكروا عماد متعب في اعتقد بطوله 2008 مش فاكر ولا 2010، ما احرزش ولا هدف في بطوله الامم الافريقيه لو تتذكروا مع الكابتن حسن شحاته. فعماد لما سالوا كابتن حسن قال لهم ده عماد متعب بيعمل لي الدور اللي انا عايزه بالظبط، ان عماد بينزل بياخد العين وبياخد الناس كلها، وكل اللي جاي من وراه كان زيدان بقى على بقيه اللاعبين على بوتريكا وحسني وشوقي واحمد حسن واللاعبين هذا الجيل الرائع هم اللي كانوا بيجيبوا الاهداف. هو ده اللي انا شايف ان محمد صلاح بيتعامل معاه كده، كل الاعين رايحه على محمد صلاح، كل الناس رايحه على محمد صلاح، اللي بيجيب الجون عمر مرموش في المباراه الاولى، اللي بيجيب الجون النهارده احمد ابو الفتوح، مصطفى محمد، رمضان صبحي لما نزل واللي عملها له صلاح. وبالتالي هو دور ممكن يكون بعيد عن الناس شويه، ولكن دور مطلوب. مجرد محمد صلاح وجوده في الملعب بياخد العين وبياخد المدافع، عارف ان محمد ممكن يعمل اي حاجه في اي لحظه، وبالتالي دايما بيكون واخد العين مستني محمد يشوفه هيعمل ايه. فالنهارده المنتخب يستحق التحيه، يستحق الاحترام، حاجه رائعه جدا، رجعتولنا الثقه.